الجلسات العامة وعن لجان لتقديم مقترح. يلا تتقولوا لي كل شيء. يعني إذن اليوم تم تقديم حصيلة عمل الحكومة بالبرلمان، هي حصيلة إيجابية جدا على مختلف الأصعدة وعلى مختلف المستويات. الحكومة تجاوبت بفعالية، تجاوبت بنجاعة، تجاوبت مع مختلف المبادرات، سواء كانت مبادرة رقابية أو رقابة أو مبادرة تشريعية. والهدف طبعا كان هو أن تكون الحكومة يعني تقدم إجابات لمختلف الأسئلة المطروحة. فعلى مستوى الأسئلة الكتابية مثلا، واللي هي اللي كتأخذ الحيز الأكبر من هذا العمل، هذا تلقت الحكومة حوالي خلال هذه السنتين حوالي 9000 سؤال، وأجابت على حوالي 6000 سؤال بالنسبة ديال الجواب اللي كتوصل تقريبا ل 66%. أيضا على مستوى العمل الرقابي، على مستوى الأسئلة الشفهية، أيضا كانت حصيلة الحكومة مهمة جدا، حيث اكتفى السيدات والسادة الوزراء من حضورهم بالجلسات ديال البرلمان وأجابوا عن مختلف الأسئلة، وهي طبعا كلها أسئلة كتدخل في إطار يعني السياق وفي إطار يعني الانتظارات ديال المواطنين في مختلف المجالات، سواء مجالات اجتماعية ولا اقتصادية وثقافية. أيضا على مستوى المبادرات التشريعية البرلمانية، عبرت الحكومة ودرست الحكومة حوالي 240 مقترح قانون، وعقدت حوالي 17 اجتماع هم دراسة مختلف هذه المقترحات، وبالتالي قبلت الحكومة 22 مقترح قانون، تمت المصادقة على 4 و18 هي الآن في قيد الدراسة على مستوى اللجان البرلمانية. على مستوى السياسات العمومية تقييمها، كانت أيضا الحكومة حاضرة، وأيضا حضور السيد رئيس الحكومة في الجلسات الشهرية أيضا كان يعني قويا. اللي نقدر نأكد بصفة عامة، وهي أن هذه السنة التشريعية ديال اللي عرفها البرلمان، صدق فيها البرلمان على مجموعة من المشاريع اللي بلغت 62 بين مشروع ومقترح قانون. وهذه المقترحات وهذه القوانين هذه كلها عندها واحد الأهمية وواحد الرهينية كبيرة، خاصة القوانين التي تهم المجالات الاجتماعية بحال المجال ديال الصحة، حيث تمت المصادقة على 5 قوانين مهمة جدا غادي تغير من الملامح ديال الوضع الصحي في بلادنا، وغادي تجود من الخدمات اللي ينتظرها المواطنين. هذا العمل الذي يقوم به البرلمان هو عمل يواكب المجهود الذي تقوم به الحكومة في تنزيل مختلف هذه الاستراتيجيات عبر قوانين. أيضا اللجان ديال الرقابة عرفت واحد العمل حكومي مكتف، حيث شارك أو حضر السيدات السادة الوزراء في هذه اللجان وأجابوا على مختلف القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام، سواء في المرحلة السابقة اللي كانت مرتبطة بالتضخم أو لا، اللي مرتبطة بالسياسة الفلاحية أو لا، بالسياسة الاقتصادية عموما أو مختلف المجالات الاجتماعية. فعموما الحكومة يعني مرتاحة لعملها داخل البرلمان، لكن في نفس الوقت الحكومة تعبر عن 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 أيضا عن تهانيها وعن يعني اعتزازها بالبرلمان وبالعمل اللي تقوم به، سواء فرق الأغلبية أو فرق المعارضة، واللي أكدت مرة أخرى على أنها يعني تتابع العمل الحكومي بدقة، وأكدت مرة أخرى بأن مختلف القضايا التي تستأثر باهتمام المواطنين فهم في كل مرة يطرحونها بكل ما يتطلبه الأمر من مسؤولية ومن متابعة دقيقة. شكرا لكم.